اليوم بكلمكم عن سلينك شوت بولاريس 2022. الصراحة المركبة ولا غلطة وايد جذابة، جت بتصميم رياضي مميز وتتميز بخطوطها الجريئة وألوانها الجذابة. قوة محركها يوصل ل 203 حصان. هالمحرك القوي يعطي للسيارة تسارع وبيخليها قادرة على الوصول إلى سرعة 60 كيلومتر في الساعة في 4.9 ثواني. وحجم محركها هو 1997 سي سي. سؤال بعد يدور في تفكير كل واحد ما عنده علم بالسلينك شوت، السلينك شوت هل هي سيارة أم هي دراجة؟ السلينك شوت تعتبر دراجة نارية، يعني ما ينفع تسوقونها بليسن سيارة، بل لازم يكون عندكم ليسن دراجة نارية، ويتوجب بالقانون الإماراتي أنكم تلبسون خوذة في قيادة السلينك شوت لضمان سلامتكم. طريقة تشغيل السلينك شوت نفس طريقة تشغيل أغلب السيارات، اضغط على البريك وبعدين على السويتش، وغير عن ها كله المفتاح يعمل عن بعد، يعني بس خليه في جيبك والأمور طيبة. بالإضافة لكلها فيها نظام نقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، يعني أنتوا شوف خاطركم. طريقة التحويل وايد سهلة، كل المطلوب أنك تضغط على البريك ونفس الحزة تضغط على الأم وشي يتحول مانوال. لو تبغى تحول للأوتوماتيك اضغط على البريك واضغط على الدي شي يتحول للأوتوماتيك. سسبنشن سيستم متطور ويضمن تجربة قيادة مريحة. السسبنشن مزدوج من الأمام وخلفياً. شي بعد عيبني بالسلينك شوت اللي هي التكنولوجيا اللي فيها، الشاشات اللي فيها وايد حديثة وتعمل باللمس، وأحلى شي أنها ترمون تربطونها بالموبايل نفس السيارة بالضبط، وفي الشاشة تطلع لكم الخريطة، الأغاني، المكالمات، ترمون تردون على المكالمات ما تردون، كل شيء يطلع لكم في الشاشة. هالشيء وايد عجبني. وفيها دبة خلف المقعدين، لو طالعين مكان وتبون تحطون خوذتكم أو تشترون أي شيء ترمون تحطون الجروسيريز مالكم في هالدبة. ووصلنا لأهم سؤال اللي هو السعر. سعرها في وكالة بولاريس سلينك شوت في دبي هو 109,990.